وللمزيد من التحليل حول ما جاء في المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية، معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الملحم. أستاذ عبد الرحمن، يعني بعد التحية، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أكدت أن مؤشرات التغيير وسقوط النظام الملالي ظهرت في إيران، كما طالب المتحدثون خلال المؤتمر بتشديد العقوبات المفروضة على إيران كون أن النظام المتسبب الأول في أزمات الشرق الأوسط. بماذا تعلق على ذلك؟ أختي الكريمة، أولا بالنسبة لمؤتمر المعارضة ينعقد حقيقة في ظروف في غاية الأهمية. المؤتمر يختلف عن المؤتمرات التي عقدت في السابق، ذلك لأن الوضع الآن في إيران أصبح وضع جدا صعب، وهذه حقيقة فرصة سانحة وفرصة قوية يجب أن تنتهزها المعارضة لتقوية المعارضة في الداخل. الأمر الأول وهو المعارضة في الخارج استطاعت أن تكسب الرأي العام وتكسب القوى الكبرى خصوصا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن توفرت معلومات استخباراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تنوي تعزيز موقعها النووي وتصنيع أشياء نووية مختلف جدا جدا عليها وغير موافقة عليها، سواء كانت الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية. المشهد الثاني وهو حقيقة ما نراه في الأسبوع الماضي حينما قامت أو اندلعت المظاهرات في طهران والمدن الإيرانية الأخرى، وهذا أختي الكريمة يذكرنا بنفس المشهد والتاريخ يعيد نفسه، سنة 1979 حينما سقط الإمبراطور إيراني محمد رضا بهلوي وقامت الثورة الخمينية. نعم. المشهد يعيد نفسه من حيث إقامة مظاهرات صعبة جدا، تحطيم يافطات المحلات، تحطيم سيارات الأمن، الاعتداء على رجال الثورة الخمينية، مما يعني على أن الوضع في إيران أصبح صعب جدا، ذلك لأن المواطن الإيراني أصبح يجد صعوبة جدا. نعم. في العيش اتجاه ما تقوم به هذه الثورة من. نعم. عمليات قمعية وإرهابية. نعم، يعني بيان المؤتمر وجه إلى تغيير النظام الإيراني وأنه أمر لابد منه وهو مطلب الشعب الإيراني، فكيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع هذا المطلب من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري أن تكون حقيقة المعارضة في الداخل قوية جدا وصاخبة جدا، فإذا نظر المجتمع الدولي إلى أن المعارضة في الداخل تريد إسقاط النظام، وهو بالفعل أنا من وجهة نظري أن النظام في الداخل بدأت ساعة الصفر وبدأ يتلاشى شيئا فشيئا، بدليل على أن عدد كبير من القيادات السياسية والدينية في إيران منذ أكثر من شهرين بدأت الرحيل إلى جهات غير معروفة، لأن الوضع الآن لا يحتمل، خصوصا الوضع الاقتصادي وانهيار الريال الإيراني أمام جميع العملات. الأشياء القمعية التي قامت بها الثورة الخمينية اتجاه المواطنين وخصوصا فئة الإعلاميين والكتاب والصحفيين، الإعدامات، الاعتقالات بشكل كبير، مما يجعل الشارع الإيراني في وضع هيجان. نعم. وضع ثورة تريد إسقاط الثورة الخمينية. نعم. وأعتقد على أن ساعة الصفر قد حانت وأن الثورة الخمينية باتت على وشك الانهيار. نعم، الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ عبد الرحمن الملحم، شكرا جزيلا لك.